ست ليلى 2021 ما كان عام عادي، كان تطورات وتحولات لفيروس كورونا، كان في مجاعات، أوبئة ظهرت. قديه ممكن هيك ظواهر طبيعية بشرية إن كانت أو طبيعية ممكن تخيب توقعاتك؟ يعني يكون شيء أنت متوقعتي تيجي هيدي الكارثة الطبيعية تخيب توقعك. على الكوارث الطبيعية أو قصدك الفيروسات أو مثلا الاحتمال كورونا، كثير المتعلق. عالم كانت قايلة عام بجنن، لما طلعت كورونا نسفت كل التوقعات وقعدت العالم ببيوتها. حبيبي أنا أول من توقعت، إذا بتفوت على اليوتيوب تقول مين أول من توقع كورونا، أنا بال 2016 بتاريخ يشهد توقعت وبالاسم كورونا. نعم. أنا توقعته من 2015 2016 عبر تاريخ يشهد مع لأنه رنو ورنو، ظهوره وقلت ب 2020. ايه وقلت انه في فيروس بيجي من الصين وشوارع الصين وكأنها مدينة اشباح والمطارات بتوقف والمدارس والجامعات، فقالوا عني خوفة. لهالدرجة. ايه قالوا عني شو مطارات بدها تتسكر، انه ورا شو، ورا هالفيروس، شو هالفيروس. فلما صارت وحتى مرفق بيروت يعني 2015، وعندي اذا بدك ببعت لك الفيديو، قايلة انه شايفة ضحايا وانفجار كبير وضحايا على مرفق بيروت اللي صار السنة الماضية. يلي صار، نعم، نعم، الله يرحم اللي ماتوا. الله فهذا يرحمه. انا اللي توفوا. فانا يعني في امور بعد بتجي بعدين، الالهام ما بيجي حبيبي بالسنه مره لنطلع على السنه. نعم. هو انت هلا يمكن تكون عم بحكي معك بيجيني الهام بكتبه على الورقه عشان ما انسى. وكل فتره راح اطلع على صفحتي على اليوتيوب قول نعم. الالهامات اللي عندي. نعم. فما بينطر الالهام انه من سنه لسنه، في امور بتشوفها انت يمكن بعد شهر، يمكن بعد شهرين، يمكن اشياء ما قلتها على راس السنه بتشوفها لبعدين وبتصير. نعم. ودائما انا بقول لهم انه يا جماعه مين قالكم، يعني امتى، يعني عفوا، في شغله بالعالم العربي مش الاجنبي، الاجنبي بيقدروا هالشيء، وعملت انا مرتين على السي ان ان واوبرا اللي استضافت، هي اهم اعلاميه بالعالم، استضافت سيلفيا براون بالتوقعات لانه زبط معها 6 7 توقعات عملوها ظاهره. انا بقول لك يمكن اذا زبط معي انا 99 توقع وتوقع ما زبط بحطوا لك اللي ما زبط. قامت الدنيا وما قعدت. صحيح. ودائما بقول لهم انه نحن بشر بنغلط، وبنسبة التوقعات أنا بدي أقول لك، أنا أول ما عملت تاريخ يشهد بالحقيقة طلعت أول فترة قالوا شهر شهرين وما حينجح البرنامج وما في شيء، شو بدك تحكي. أنا 4 سنين مرق تاريخ يشهد، وكان كل شهر بحلقة ويحطوا لي كل شهر الأشياء اللي قلتها وصارت الشهر الماضي. نعم. مثلا. نعم. عشان فهيدي يكون في هيدي الدليل اللي القاطع موجود. نعم. أكثر توقع خذلك واضطريتي تعتذري شو كان؟ ولا شيء، أنا ما بعتذر. أنا لأنه دائما بقول إن إحنا من البشر. هو في توقع، أنا بقول لك وقت درجة الدنيا، نعم، الله يرحمه، أكثر من الرئيس، أو أنا بقول دولة الرئيس توفى، هو جاني عبيد. توقعتي يكون أنا يصير الرئيس هو. مزبوط. أنا رب العالمين، إذا أنا بقول لك انه انا هلا والله عم بعمر بيت وفيلا وبدي انقل عليها، وكل الناس عارفه ليلى بدها تنقل خلص، وربنا اخذ امانتي. انت اقوى من اراده رب العالمين؟ لا اله الا الله، اكيد لا. هيدا اللي صار. انا دائما بقول اذا الله اعطاه عمر، اذا وفعلا لو يمكن الله اعطاه عمر يمكن كلهم كانوا قالوا، حتى على التلفزيونات هلا عم يحكوا عنا انه كان اكثر واحد بتناسبه هو الوزير السابق الله يرحمه جان عبيد. فهيدا التوقع عادي، يعني انا لا بالعكس ما قفلت، انا بعده مات فخامه رئيسه الله يرحمه على كل الاحوال. عطول عبر السوشيال ميديا بنقرا ليلى عبد اللطيف توقعات صادمه، ليلى عبد اللطيف تضرب من نعم. جديد، ليلى عبد نعم. اللطيف تفجر مفاجاه، توقعات نعم. جديده. قد ايه طولت ليلى عبد اللطيف لعملت هالمصداقيه، هالثقه لدى المتابع؟ والله انا اذا بقول لك شيء، يمكن انا من التسعينات بلشت، انا اول انسانه بلشت عبر اذاعه الام تي في، كانت لسه ما نقلوه، انا بلشت معهم مع الاعلامي غازي فغالي 3 اشهر، كانوا الناس يبعثوا اسئله، ما كان في سلولات، شوف من اي ايام. الي يمكن هلا اكثر من 25 سنه تقريبا، شيء 27 سنه بدك تقول الي او 26 سنه هيك شيء،
مزبوط. وبعدين ابتديت من تلفزيون لبنان مع الإعلاميين نضال الأحمدية على الجرس، بعدين على الجديد مع الكل على الجديد، بعدين على الام تي في مع نيشان على طاولتي وغير حلقة كمان عملتها، بعدين فتت على ال بي سي، عملت على سي ان ان، عملت حلقة بالكويت مع انه بالكويت ممنوع التوقعات، فتت انا عملت حلقتين بالكويت مع الاستاذ الاعلامي اللي بنحترمه كثير فرج السعيد، عملت بمصر القاهرة والناس مع الاعلامي توني خليفة، عملت كذا حلقات بمصر يعني. وهلأ كانوا طالبيني على كندا والمغرب بس اعتذرت لأنه كنت خلص أوريدي. لحقنا حكينا مع حضرتك، لحقناكي قبل ما تسافري نحن. لا ولا لا، ما كان بدهم يعني لايف على راس سنة بس أنا أوريدي حكيني الجديد. نعم، ب 2021 قلتي أنه هي سنة الوفيات لسياسيين وفيروس كورونا يغزو، قلتي أنه عن كورونا كتير قصص، حتى توقعتي يمكن مغادرة ميسي لفريق برشلونة، توقعتي انقطاع خدمات التواصل الاجتماعي كمان، قطع فيسبوك، ضبطوا أغلبهم تقريبا صح؟ فينا نقول انه ما حطوا لي الريبورتاج كله لضيق الوقت بالجديد، هو الريبورتاج 38 دقيقة وراح ابعث لك اياه كله ضبطين على ايه 38 دقيقة، يعني اكثر من 95 طوقة اصاب بال 2021. فلضيق الوقت ما قدروا يحطوهم كلهم، يعني قالوا لي انه بنحطهم على الموقع، انا اخذتهم لنزلهم صراحة على الموقع عندي كمان. وراح ابعث لك ضروري تتأكد من بقية التوقعات اللي كانت لل 2021. يعني حكيت عن امور، انا حكيت عن المصالحة القطرية للسعودية، حكيت على مصر كيف بدها تقبل الازدهار من كذا سنة. في امور كثير انه حكيتها، والمئاتي بنشوفه للمره الثالثه رئيس وزارة يعني الامور كثير قلتها وصارت. نعم، البعض بيقول انه مصادركم متوقعين اخر السنه، يعني هي جهات معينه بتعطيكم هيدي المعلومات، بيشككوا ببعض التوقعات لانها بتزبط، فمعناتها في حدا عم يخبركم اياها. لا لك يعني مين ما كان اللي بده يخبر، مين نحن أول شيء ليخبرنا؟ ثاني شغلة رح أقول لك شغلة، هل أنت برأيك، وأنا دائما بقول لهم إن كان المخابرات أو إن كان الناس بتعطي مصدر، هل ما كانوا يعرفوا شو بده يصير؟ أنا بدون أسماء لأنه احترامي لهم والله يرحمهم، كل الرؤساء المخابرات اللي كانوا إن كان بلبنان أو بسوريا أو بمصر توفوا صح؟ نعم. يعني أنا قلت إنه شايفة انفجار بالأشرفية، وقلت إنه وسام الحسن ينتبه على أمنه صح ولا لا؟ نعم. ومين كان الله يرحمه وسام الحسن؟ بس ما رح لك أكثر من هيك. وحتى حكيت عن عمرو سليمان وحكيت طب، وبعدين اللي مثل الله يرحمه معمر الكذافي والرئيس صدام حسين والرئيس حسين بارك، هدول كلهم ما كان عندهم محللين وما كان عندهم ناس تقلهم او تقلهم شو بيصير. انت بتنفي اي لا اكيد قول، طب ما كانوا بيروحوا بيقولوا للجهات عندهم هم شو بيصير صح ولا لا؟ نعم. فنيا عربيا شو بتتوقعي، شو في هيك بينقال اذا فينا نقول عربيا فنيا شو كتير واو حيبين خلال 2022؟ يعني انا حكيت عن الفنانه نانسي عجلان، فنان وائل كفوري، كنت قايله قبل الله يحميه يا رب ويطول بعمره وائل كفوري، كنت حكي عن الحادث او عن الظرف اللي مرق فيه نعم الفنان وائل كفوري. حكيت عن محمد رمضان، حكيت عن عدة فنانين، عن إليسا، فبتشوف الفنانين. بس لقلك شيء، هلأ الفن ما بقى بحاجة إنك تتوقع لهم. ليه؟ لقلك ليه؟ لأنه أي شيء بيعملوه أو بدهم يعملوه عم بيطلعوا بيحطوه هني على السوشيال ميديا تبعهم. يعني ما بقى في داعي نتوقع. لا 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 لا، معي حق ولا لا؟ بلا. يعني بتفرض هلأ إليسا بدها تروح على أمريكا تتعمل كذا كذا كذا، هي حتحط عدة إنه أنا رح اعمل بعد كم شهر كذا كذا كذا. بتتابعيهم للفنانين؟ ليك انا بتابع، انا اشتغلت بالموسيقى من سنه 78 79 لغايه قبل 10 سنين، بعت محلي ببرمانه، كان عندي محل موسيقى بالحمرة وببرمانه. انا شهرت، يعني انا فت عديو المشاهير الام تي في لانه عندي ودن موسيقيه وبسجل للاوتيلات لهلا. الموسيقى اذا بدك تسجل للاوتيلات
الكلاسيك ميوزك وللافراح. إلك مرأة بهيدي القصص؟ نعم اي بحب هالشغله. نعم بس الفنانين مثلا عندك، انا اللي بحبه كثير جورج وسوف. شو بتتوقعي لجورج وسوف؟ والله بقول دائما الله بيرجع بقول لك الله يحميه الله يحميه. هيدا كيف شايفه 2022 لإله؟ يعني بدي له يدير باله على صحته من كورونا، ويخلي باله من صحته، وجورج بضل جورج وسوف لو شو ما صار. انا كثير بحب هالانسان. عندك يعني الله يرحمه كنت بحب ملحن بركات، في الله يرحمه يعني في ناس انا بسمع لها، يعني في ناس انا بحبها كثير. عندك وائل كفوري هو نمبر 1 مثل محمد رمضان نمبر 1، نحن عندنا وائل كفوري وراغب عليهم اثنين نمبر 1. سوريا مين بتقولي نمبر 1؟ ابو وديع؟ ابو وديع ما بيجي مثله. لا ما بيجي مثله، هذا الاسطوره، هذا الاسطوره صحيح، هو نمبر 1. بتقولي 2000 وعندكم نعم. وعندكم دورين لحام هو نمبر 1 وما اجى مثله بالدراما. بالدراما تحياتنا له. وبالكوميدي بالكوميدي نعم اكيد.